هو انا دايما بلعب دور الشر فعلا، ولكن يعني التغيير مهم، وان الناس تستوعب ده وان الناس تصدق ده. الناس انا عارف الناس مستنيه ان انا اقلب حيالي بامتى بقى، حيالي بامتى وبتاع. يعني عايز اقول لهم بس اتفرجوا على المسلسل وصدقوه، لان الحدوته مهمه جدا ورحله تقيله. لسه الموضوع ما احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه في الحلقه ال 21 النهارده. يعني مش شخصيتين، يعني هي شخصيه بحر بس، ولكن الشيخ الراوي كان مجرد حلقه ومات، ولكن كانت مغامره بالنسبه لي، كنت عايز اجرب ده يعني. والحمد لله كانت كويسه، شكلها مختلف ومقنع الحمد لله، وعجب الناس قوي لدرجه ان في ناس قالت ليه ما كانش قعد حلقتين ثلاثه يعني. بس يعني ربنا بس يعني يستر في الباقي يعني.